شاهدوا المزيد من الأفلام والمسلسلات مجاناً على شوفماكس.com. شريف شريف ابو باسم شريف. تفضل تفضل. يا اهلين وسهلين ابو باسم والله. هون 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 بيت شريف شريف تفضل. اهلا وسهلا ومرحبا. هذا المطبخ اخي ابو باسم مفتوح على الصالون. شلون؟ شريف شريف هون غرف النوم جوا. تفضل تفضل. هاي غرفة النوم أخي.
هون في غرفة نوم وهي غرفة نوم كمان. عندك اطلالات ها؟ يعني بيت مفتوح على كل الاتجاهات. شرف. يا الله يا رب. خالد هلا هذا هو البيت؟ حول ولا قوة الا بالله، والله بعرف انه مو خرج سكين. يعني امر الله شو بدك تساوي؟ وصدقني صدقني في مليون واحد بيقتلوا حالهم عليه، على القليلة في رؤوس. بس يا خيو انا ما معي مصرات اساوي فيهم شبابيك وبواب. يا عباس مدبر حالك، اخي حط شراشة، حط جيلاتين، دبر حالك، اخي الشتوية مرقة صار فيها شهرين بالشتوية، بتغير الطقس بعدين. حول ولا قوة الا بالله، لهون وصلت فينا الحالة، لهون؟ شو طالبين عباسي؟ والله قلبي محروق عليك أخي. جيرانك اللي فوق مهجرين من دير الزور، خلي عيالك يشوف شو عاملين فوق وانت عامل تحت. ايه وهلا؟ يا عمي لا تاكل هم، الله يرضى عليك. أنا بدبر لك لوح خشب بركب لك يا باب، ماشي الحال؟ وهذا اعتبره هدية مني لك. وينكم يا جماعة؟ وينكم يا حبايب؟ يا كريم يا رب. لك أهلين 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 وسهلين بأخي وحبيبي أبو خالد وصحابه. يا ميت أهلين وسهلين بأخي خلدون. أخي اجينا قبل منك لهو منشان فرجي البيت لأخي وفاء خلدون اللت صاحب البناية بأجر البيوت هون لعيال مستورة. هون السيد وفاء مثل أخي ها من لحمي دمي من أكابرية حلب. على راسي على راسي مثل ما بيقولوا عنكم خيو بحلب، ميت السلامة وعلى راسي. إيه والله اهلا بريحه الطرب والكباب. بالمناسبه خيو انا امي الله يرحمها من فصل حلب. اخي ابو خالد انا قديش قلت لك بدي اجره البيت؟ 15. لا كرماله لانه من حلب ب 12000 ليره وبس. منيح اخي وفاء منيح، بس البيت فيه مي خيو؟ مشوار صغير على المناخليه، انا بجيب لك ربطه بربيش 50 متر على الاسطوح فوق في خزان مي، على طول في مي، بنحط البربيش وبتوصل المي لعندك. منيح. وكهرباء؟ في كهرباء؟ محلوله حبيب محلوله، رح امدد لك شريط من عندي، انا بيتي قريب هون في عندي كهرباء، تكرم عينك. ان شاء الله بيسلم. بونجور. ما في تفضلي. شوفي رزا، أنا جاي وجايبت لك معي مفاجأة، بدي أحكي معك ومع أهلك كم كلمة. وينهم أهلك؟ ما في غير أنا وأمي وأخي، بابا مانو هون وأختي بالشغل. أوكي نادي الموجودين لأتعرف عليهم. قلت لك في شي بدي أحكيه ولازم أحكيه قدام الكل. أنت مو مرقتي لعندي من كم يوم وعطيتيني ظرف مشان أوديه لجود، صح؟ أكيد جيت لعندك وعطيتك الظرف وعم قلك في كلام بدي أحكيه، بس ضروري أحكيه قدام أهلك. رزان لا تخافي، أنت أمينة وبنت عالم وناس، واللي بدي أحكيه تماماً اللي بتستاهلي. أنا رايحة عند ماما. خلي أخوك كمان يجي،
حابة أتعرف عليك. هي قالت لي خلي جوزك يعني حضرتك تيجي تعيش معي هون بالفيلا. هي قالت لك انه خلي هشام يجي يعيش معي بالفيلا؟ ولك مو معها رح تعيش، مو معها يا هشام، معي انا رح تعيش. فهم علي، انا الصبح كنت عم بحكي معها وكنت عم بقلها انا ما بقدر نام عندك لانه انا عندي رجال. تخيل قلت لها أنا عندي رجال. آخ، قامت قالت لي بتعرف شو قالت لي؟ قالت لي ماشي الحال، خلي جوزك يجي يعيش معنا هون، مشان شو؟ مشان أقدر نام أنا عندك اليوم، فهمت؟ وبكل الأحوال هي طلبتك مشان شغل. طيب عندهم ميكروويف؟ هشام، أنا بعت الشوفير يجي ياخدك. قديش أعطيه؟ لمين؟ للشوفير. هشام لا تعطي شيء، انت بس ضب كم غرض من غراضك وانا بس اجي على البيت بضبضب لك الباقي. لحظة طيب بس سؤال اخير. شو؟ كيف برنامج قطع الكهرباء عندهم؟ يعني مثل عنا ولا عكسنا؟ هون ما بتقطع. ما بتقطع؟ ما بتقطع عندهم؟ الله يوفقهم يخرب بيتهم، ليش ما بتقطع عندهم؟ هشام الله يخليك، الشوفير ما بقى إلا يصل لعندك، يعني ضبضب لي كم قطعة ثياب من عندك وشوية غيارات من قريبه. طيب ضب مايو، مايو تبع السباحة. حبيبي نحن مو رايحين على البحر. لك بعرف إنه مو رايحين على البحر، بس بالفيلا عندهم أكيد في مسبح. حبيبي عندهم مسبح بس الدنيا شتي ما بينسبح. إيه بس إخواننا الروس وحلفائنا وأصدقائنا بيسبحوا بالثلج ونحن لازم نعمل مثلهم، يعني لازم نثبت لهم إنه نحن بنسبح بالثلج مثل حكايتهم، مثلنا مثلهم. هن ما أحسن منا بشيء، بيسبحوا بالثلج نسبح بالثلج، بيشربوا فودكا بيشرب عرق. نسوانهم شرب، نحن كل نسواننا صاروا عم يسبحوا أشعار. عندنا هي السفينة الكبيرة اللي اسمها بطرس الأكبر، نحن عندنا الربيع الأسمر. لحظة عم يندق الباب، خليكي معي. يا معلم هون هون. مين حضرتك؟ أنا جاي أخذك على الفيلا. انطرني شوي لأنه معي مكالمة خارجية من روسيا. ايه عفافوف هشام اشكي، وين كنا؟ مين كان عم يدق الباب؟ لك لا، هذا واحد رفيقي جاي يودعني. بقى يا عفو، نحنا ليكي الروس مانن أحسن منا بشي على الإطلاق، هن بس أطول شوي ووشهم أملى شوي بيجي. هشام لعيته لقلبي، مشان الله قوم ضب كم غرض قبل ما يوصل الشوفير. بس بتعرفي انه نحن بكره رح نصير نشبههم كثير للروس، حذري ليش؟ ليش؟ لانه نحن بكره بعد بكره رح ننتصر، واذا انتصرنا بيكبر راسنا. شو منصير؟ شو؟ منصير روس. لغا يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ثانك يو. اكيد حضرتك والدتها لرزان. ايه انا والدتها لرزان. يا اهلا وسهلا، تفضل ارتاحي حبيبتي. شكرا. الله يخلي لك هالبنت على هالتربايه والاخلاق والجمال. تسلمي حبيبتي، هذا من ذوقك. اهلا وسهلا فيكي. انا بكون امه لجود. جود صديقة لرزان، والحقيقة
في حديث من واجبي احكيه مع اهلها لرسان، مشان هيك حابب الكل يكون موجود. الحقيقه يا مدام انا جوزي ما موجود، وبنتي الثانيه بالشغل، وابني الكبير جوا. طيب يا ريت تندهي له، حابه يسمع اللي بدي اقوله. ما بعرف يعني ايش بدي اقول لك، بس هو جوا تعبان وما بيقدر يقوم. خير؟ شو بو؟ بصراحة هو كان فايت بغيبوبة طويلة شوي، ومن يومين فتح عيونه. فايت بغيبوبة؟ قديش يعني؟ سنين. سنين صار له فايت بغيبوبة؟ كوما يعني؟ ايه. قديش انتو قلبكن لالله؟ غيره صعب كتير يرجع يصحى، بيموت. ام سوري سوري، الله يطول بعمره. جوزك شو بيشتغل؟ شلون بتحبي تشربي قهوتك مدام؟ اوكي سادة سادة. لحظة لحظة رزان، قبل ما تعملي القهوة. هذا جزدانك ما هيك؟ ايه هاد جزداني. شو في يا أما؟ أم باسم. وأنا أم جود. أهلا وسهلا فيك يا حبيبتي، تشرفت. شو في يا أم باسم؟ أنا هاي البنت ظلمتها، يعني هي كان المفروض تشتغل من فترة عنا بالشركة، وأنا رحت لعندها وعطيتها ظرف وطلبت منها توديها على الشركة، قام انسرق منها مع جزدانها. والحقيقة أنا شكيت تكون هي اللي مفبركة هالقصة لحتى تاخد الظرف، لأنه كان في مصاري ودولارات. أنا غلطت، غلطت بحقك أولاً لأنه أنت اللي مربيتيها، وغلطت بحقها وحق أبوها وحق أخوها اللي جوا. وهلأ صراحة أنا جاي أصلح غلطتي، طبعاً غلطتي معها أولاً ومعكم تانياً، ومشان هيك عم صر إنه الكل يكون موجود. كيف وصل جزداني لعندك؟ شوفي حبيبتي، هدول الناس اللي بيسرقوا الجزادين ما بيهمهم من قلب الجزدان إلا المصاري اللي فيه، والظاهر إنه اللي سرق لك جزدانك أخذ كل المصاري اللي فيه وزته بالشارع، وبالظرف اللي فيه الوراق اللي أنا أعطيتك إياه كان فيه عنوان الشركة، مشان هيك وصل لعندي أنا على شركتي أنا. هذا هو البيت اللي قلت لي راسي مشانه؟ الله يسامحك يا معلمي، ايش كنت عم تشتغل فينا؟ هذا مو بيت، هاي فيلا بسلامة نظرك. سيدي هذا المطبخ اخي باسم، مفتوح على الصالون. المهم يا بكري واحد يلاقي السقف يتقوى تحته، هذا اهم شيء. اي والله يا معلمي، عم تحكي سوا. بس شفت لي على الفيلا البشقة، فرش حاشو
ايش بخطر ببالك موجود هون حتى الابره؟ انت اطلب وتمنى يا معلمي. ايه ماشي الحال. احسن نشوف فوق. ايه لك تفضلوا 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 وشوف لي هالدرج المريح شوفوا. ها ها ها, ها ما اسهل. يا عيني يا عيني. ها هون غرف النوم شو بدك؟ تفضل تفضل تفضلوا معلمي تفضلوا تفضلوا. ما شاء الله اللهم سلم وبارك اللهم سلم وبارك. شفت لي هالشوفه يا معلمي؟ بالطابق الفوقاني في 4 غرف نوم مثل هاي الغرفه. بكل غرفه في سكرتون بست ابواب وفي سرير. هذا السرير ما هو مجوز معلمي. مدام هذا بسموه يعني قياس ملكي بقولوا له كينج كينج سايز. وبكل غرفه في حمام معلمي. بالحمامات ما عاد ركبوا جاكوزي. الجاكوزي طلع مو عملي يعني بشوفه الواحد مره واحده وما بيستخدمه غيره. الله عم بيحطوا ايش؟ عم بيحطوا يا حزراك عم بيحطوا بقادوش. الله بتشوفوا بقادوش من فوق لتحت دواش 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 دواش. عندك اطلالات؟ اه ايه يعني بيت مفتوح على كل الاتجاهات. والله يا بكري هذا البيت كتير كبير علينا معلمي. ابوس ايدك لبقى تقول بيت. هاي فيلا فيلا. لك بيت فيلا ما اختلفنا. عم بقول لك هذا المكان كتير كبير علينا لان ما راي حدا يبرك فيه غير انا وام باسم ورزان. فهمت علي؟ معك حق معلمي معك حق. بس والله هذا القصر الحاشوم ما بليق غير بمقامك. اسكت بلا كولك وزعبره خلصني. بعدين سعره قليل يعني ما بتلاقي هيك سعر بهالايام هي. ايش اطلف فيه يعني؟ بس 30 مليون 30 مليون 50 يعني عم تحكي بشغل 600 ألف دولار. سلامة خيرك معلمي. لا لا موجودين الحمد لله. بس بيني وبينك لك بكري حوشنا بحلب القديمة إمامة بدلة بكل قصور الدنيا كلها. لك هي حلب القديمة هي إشباك. والله معك حق يا معلمي. بس معلمي مشان ما تخمن انه انا طالع لي شيء بهالبيع لا سمح الله. انا بعرفك على صاحب الفيلا من راسك لراسه وبتكل له 600 الف دولار شندي. واذا باخذ فرنك سوري لا سامحني. اخي لا عندك لك لك بكري. انا قلت لك بدك طالع من وراها شيء يفضح حريشك شو قدك بالهموطي. تعو انا قلت لحالي بلكي خمنت يا عم. حق بيتنا بحلب. اسمحي لي ارحب فيكي بالعالم السفلي باسفل عيشه راح تمر علينا. انا ما بحسن اعيش بلا حلا. انا مثل السمك بالمي بموت بلا حلا. وهلا ما بقينا فيا شيء. ما بقي شيء طاول. صرت افكر مع حالي قلت يا ريت متامل انه نرجع على حلب وفي عنا بيت نبرك فيه وبشتغل ايش ما كان. انا كنت بس راح كل شيء. لك كل شيء راح. لك انا كل عمري كنت عايش فوق فوق بس قسما بالله وحياة راس ولادي الثلاثة كنت دايما احس باللي عايشين تحت. وانتي بتعرفي كنت دايما امد ايد المساعدة لاي واحد محتاج. ولك انا هلا صرت محتاج. شو عم يعمل انور كل الوقت بالمطبخ؟ بعت له الشيف نادير. ها ليك واجا. اهلا ابو جود. شبك صاير معك شيء؟ ولك انت واحد ما بتستحي. شو صاير لك؟ شو صاير لك شندي؟ لك شو صاير لك؟ فهمني ليش عم تعمل؟ بعد عني بعد عنه بعد بعد عنه. ممنوع حدا فيكم يقرب مفهوم؟ لك شو صاير لك؟ فهمني لا بيك ولا بيك بجود. بعد عنه بعد عنه بعد عنه عم بقلك. جود هي اختل رزان اوعك. لكن
انت شو صاير لك؟ جنيت؟ ليش هيك عم تتصرف؟ شوف جود، انا رح روح اقعد على هديك الطاوله وبدك تجي تحكي مثل البني ادمين ولا ما رح اسكت لك. تحكي لي يا صاحبي شو صاير معك؟ انا سابقك. يعني هو عادة لما بدنا نوظف أي حدا بالشركة أول شيء بنختبره بأمانته، مزبوط ولا لا؟ اسمحي لي أنا أخالفك بالرأي شوي. يعني نحن ما لازم نفترض إنه أي شخص خاين للأمانة حتى هو يثبت العكس، ولازم نرفع مستوى حسن النية اتجاه كل الناس. يعني معنى كلامي إنه لازم نفترض كل الناس أمناء حتى هنن يثبتوا العكس، يعني مو بالعكس. لا ما فهمتي كلامي يا مدام. كلامك صحيح بس مو هذا قصدي. أنا بقصد بقصة رزان بنتك تحديداً، الصدفة اللي صارت، الصدفة بأنه يضيع جزدانها وفي الوراء والمصاري، وأنا ظن فيها وفكر أنه هي فبركت كل القصة لحتى تاخد المصاري، وبعدين الصدفة اللي صارت بأنه ظهرت الحقيقة ويجيني اتصال من حدا لقى الجزدان بالشارع وفي الوراء يلي فيهن عنوان الشركة ورقم تليفونها. يعني كلها صدف اللي صارت خلت تظهر حقيقة رزان الأمينة وخلتني أظهر بمظهر غير لائق قدامكم وقدامها، وهذا الشيء اللي خلاني إجي على نص بيتكم وأعتذر منها لأني ظلمتها، وبتمنى من كل قلبي إنكم تقبلوا اعتذاري، اعتذاري المشروط طبعا. اعتذارك مقبول يا مدام وجيتك غالي كتير. نحن منعرف إيش مربيين، بس كمان الواحد بيفرح بشهادة الناس بتربية أولاده. بس عفواً حضرتك ذكرتي من شوي إنه نقبل اعتذارك المشروط، إيش قصدك بالمشروط؟ أها هذا هو بيت القصيد. واضح أني أنا غلطت بحق عائلة محترمة، بس ما بعرف إذا بتعرفي الشي اللي صار بعدين يا رزان. ابني جود بسبب غلطتي معك، معك أنت تحديداً، زعل وترك البيت، وهو وحيدي 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 يترك البيت بسبب غلطة أنا غلطتها. هذا شي كتير بحس بالنفس وقاسي كتير. أكيد الحق معك. لقيته ما معك حق، كيف يعني بده يعني بصنع رومانات؟ أجل قل لك يون يعني؟ هدول رومانات بابا، هدول بده بيجيبهم من برا، مو برا محل، برا بلد، وهدول بيكونوا غالي لأنه بدولار. قال بده يعني بصنع رومانات. السلام عليكم. عن إذنك. لك أهلين. يا أما أنت بيجيب رومانات يا أما بيوصيني أنا بيجيب لك ياهم، شو بدك؟ أنا جاهز. ماشي أنا بجيبهم. السلام عليكم. سلام. والشكل لجنط البي إم. لا 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 لا، ميتورك عم بيخلص زيت ومي. شلونك يا جوب؟ معلم أقوب، أنا اسمي المعلم أقوب بكورة. دي نزل إصبعتك أحسن ما أقطع لك الكهرباء تراها. لا شو تقطع الكهرباء؟ أنا هقوبيك صغيرة لا دادو. رجبتين شاي. فوت بكورة فوتي. مشان هيك أنا بترجاكم، بترجاكم تقبلوا عزيمتي اليوم على العشاء عندي بالبيت، وهيك ابني بيرجع على البيت وأنا بقدر أغفر لنفسي الذنب اللي ساويته بحق هالإنسان الرائع. بس بصراحة يعني الشوفير بياخدكم من باب بيتكم لباب بيتي وبيرجعكم من باب بيتي لباب بيتكم. لا العفو مدام، ما هيك القصد، بس نحن كلياتنا ما بنقدر نروح،
يعني أنا عندي ابن عاجز بالبيت وما بقدر أعيفه لحاله. حضرتك ما قلتي لي ابنك مصاب حرب؟ هو مو مصاب حرب بس اتصاوب بالحرب، يعني بدك تقولي إنه بسبب الحرب فات بغيبوبة طويلة كتير، بس الحمد لله من يومين فتح عيونه بس لسه لهلأ ما بيقدر يتحرك. معلش بدي شوفه بعد إذنك. باسم مانو للفرجة. أكيد حبيبتي باسم مانو للفرجة، بس مو هذا قصدي. يعني عم بتقولوا كان بغيبوبة طويلة ومن يومين لحتى صحي، خلوني اطمن عليه، مجرد اطمئنان. ماشي. شو قلتي؟ أنا ما خنتك، أنا كان في قدامي خيارين، يا أما أتعاون مع أمك لحتى تبعدك عن هاي البنت، يا أما أخسر شغلي. أمي من إمتى بتعرف بعلاقتي مع رزان؟ من زمان، من قبل ما تلتقي أمك برزان عندك بالمكتب بثلاث شهور. يعني من أول ما تعرفت على رزان؟ حضرتك شو ساعدت لأمي ضد رفيقك؟ ضد صديقك اللي بيوثق فيك؟ أنا ما عاونت بشي، أنا بس مجرد كنت اسمعها قديش بتكره لهي البنت، كيف شايفتها الشيطان بذاته، كيف طبقت موضوع الفيديو والقصص تبعها. أنا بصراحة لحد هلأ ما بعرف ليش أمك كانت تجي لعندي أنا بالذات وتحكي لي شو كانت عم تساوي. إيه أنا أخطأت، بدك تسميه خيانة سميه مثل ما بدك، أنا أخطأت وبعترف بخطئي. أنا خطأي الوحيد إني ما أجيت لعندك وخبرتك شو كانت عم تتصرف أمك، أنا بعترف بهذا الشيء. أنت خاين واطي، ولك أنت صاحبي والصاحب أبيخن صاحبه، بسكوتك هاد خلتني أخسر حب حياتي، خليتني هنا لرزان وامسح بكرامته وكرامة أهل الأرض. لك يا حقير، لو أنت بس كنت قايل لي أمي شو كانت عم تساوي، كنت على الأقل ما غلطت بحق رزان وخليتها تكرهني 100 سنة لقدام. اسمع جود، أنا إنسان مضطر من عمري 13 سنة من وقت ما ماتت أمي بالسرطان. كنت عايش أنا وأبي لحالنا، لا أخوات لا أهلي لا عيلي. أبي مات وتركني مضطر. تعرف شو ورتني أبي؟ ورتني أبو معفن تحت الدرج، قلعني صاحبه قبل ما يخلص 40 أبي، تركني هيك مضطر. أما أنت عندك أبوك وأمك الله يخلي لك ياهم، حتى لو وصل لهم شيء فأنت بتكفي حياتك طبيعي ومانك مضطر على شيء أبدا. بس هذا ما بيعطيك الحق تخون صاحبك. لك بكرية، أنت كيف هيك نفضتي بفرد نفضة؟ سيارة موديل، بنطلون كسرة، طعم نظيفة، كيف هيك؟ سألتني. شوف يا مرحوم البيو، أنا مالي مثل حكايتك، يعني ما طبصت بالحفرة بين البراغي والشحمة والزيت. هون إيش في هون؟ مخ. هذا المخ بده تشغيله ببلاش، ما بده مصرات، شغلته قفزت لفوق، ما شغلته بتصير بين الأراضي. يعني أنا هاي مخي مو شغالة؟ يفضح لهجتك يا جوب. ولك إيش شغالة ولك شغال إيش بك؟ والله شلون هيك صار؟ عندك 7 مولدات كبار يوزع لثلاث ارباع منطقة، أنا بتابع أخباره. لك يا جوب الناس تشندلت بهالحرب، ما ظل عندها كهرباء طاول. الله من عنده جعلنا سبب لحتى نضوي له. لك حرام خطي. والله أنا بده ببكي، دبل جسمه. الله عليك، إيش قدك فنان بترتيب كلمات يا بكري. ولك بكري يفضح لاشتك على هالحنك الأفشك. قديه عم تاخذي كل شهر؟ ها
انت عندك 600 بيت بيوزلوا امبيرات مو هيك؟ وز القرط على هالعين هاي، اذا بتعيد وتفتق بهالحكايه هاي بقطع عليك الكهرباء لك تدفع بالشهر 100,000 ورقه. قوم شقر لي على الزيت والبواجي، قوم بلاك بقتلك ان شاء الله. وسخنا البطرون. تفضلي. اهلا وسهلا. أنا بس كنت بدي أشوفه وأدعي له من كل قلبي. تفضلي، تفضلي. يا الله يا الله، لك تطلع عليكي، طلع عليكي. بتعرفي من وقت ما صحي لهلأ ما طلع على حدا ولا حرك عيونه، جد انتي وجهك خير علينا. أنا ما خنتك جود، ما خنتك. لا تضحك على حالك ولا ترقع جود. أنا بحبك، لك أنت صاحبي الوحيد. أصلاً أنا مالي بالدنيا غير اثنين، أنت وخالتي عفاف اللي ربتني. على فكرة أنت بتعرف إنه أمك من يومين قلعتها من البيت؟ بتعرف أمك شو طلبت من خالتي حتى قلعتها؟ لا. طلبت طلب بسيط، تمسح بيتكم كلياته بلسانها. ولما خالتي رفضت قلعتها. وامك ما كانت عم تمزح، كانت عم تحكي جد. بتعرف انا شو عملت؟ اتصلت بخالتي وخليتها تعتذر من امك وترجع على الشغل. امك ضغطت علي كثير، خليت خالتي اللي ربتني من عمري 13 سنة تدعس على كرامتها، وانا دعست على كرامتي كرمال ترجع. جود انا ما عم برر خيانتي لك، بالعكس الانسان بدور على مبررات. انا كان عندي مبرر انه امك بتحبك وعم تدور على مصلحة ابنها وبس. وهذا كله كرمال انت ما تخسر شغلك هون وخالتك ما تخسر شغلها عندنا بالبيت. ايه انا ما كان عندي خيارات، هدول هن الخيارين وهن اصعب من بعض. حضرتك اخترت الخيار الاسهل. فهمها مثل ما بدك. وديما، ديما اختها لرزان شو عم تعمل هون؟ انت اللي اعطيتني رقمها شو نسيت؟ ولا اتصلت فيها وشغلتها هون بالمطعم لحتى تساعد اهلها لانه وضعهم كثير صعب، وانا ما خبرتك. خفت تزلق قدام امك وتخبرها انه ديما عم تشتغل بالمطعم، لانه وقتها امك رح يجن جنانها ورح تدبر لها شيء مصيبه مثل ما دبرت لرسام. انوار، انا امي ليش انساني سيء لهي الدرجه؟ أنا بحبها بس أحياناً بحسها إنه هي الشيطان أكثر ما هي أم. يا سيدي أحياناً بحسها إنه هي الشيطان أكثر ما هي مرة. بعرف إنه عيب أحكي هذا الحكي بس أنا رأي الحقيقة. جود أمك مريضة ومرضها إنه بتحبك كثير. هي مريضة فيك. صار لها أكثر من ساعة هون. ايوه. هلا هيك اجت من الباب للطاقة عم تعتذر منكم؟ قال هي حست إنه ظلمتني بعد ما اتصلوا فيها يلي لقوا لي جزداني. واجت تعتذر مني ومن أهلي كمان. لك رزة، اللي مفبرك مقطع فيديو، صعبة عليه يبعث لك حدا يسرق لك جزدانك؟ لا والله مو بعيدة عنا، بس ما بظن
يعني إيش إلا مصلحة تجي وتعتذر مني ومن أهلي إذا هي اللي سرقته؟ هلأ المهم إنه رجعت لي هويتي وبطاقة المعهد. إيه منيح. طيب يا رزة، أنا بكرة الصبح بدي أرجع على حلب، بدي أشوفك اليوم. ها إيه، وأنا بدي أشوفك. إيه إيه ليك يمكن رايحة. طيب أنا بحكي معك على الستة ومنتفق وين نلتقى. ماشي حبيبتي، ماشي على الستة منلتقى. ماشي حبيبي. طيب يلا باي، أنا بحاكيك على الستة تماما. ماشي روحي، باي باي باي، الله معك، باي. بترجاكم ما تكسفوني وتقبلوا عزيمتي اليوم على العشاء، أوكي؟ 8:30 ببعث لكم شوفر يجي ياخدكم من باب بيتكم، اتفقنا؟ طيب 8:30، وأنا رح أقنعه لأبو باسم ياخد رزان ويجي لزيارتكم. أنتي شوفت عينك، أنا ما بقدر أترك باسم لحاله. الله يشفي. طيب أرفار، شوفكم. يا أهلا وسهلا. شكرا. الله معك حبيبتي، باي باي. شرفتينا. الله وفى وفى أبو باسم، هيك صار وضعه بالأراضي؟ هاي السلاحة تبع أبوك اللي ما نادر يعني فيها أمك؟ يا زلمة أنت بتعرف كل أسرار عائلتنا؟ بعطيك 1,000,000 ليرة. هالبنت شو عملت لك؟ شو عملت لك حتى تأذيها هالأزوة هاي؟ هدول أعطيهم لأبوك، قولي له هاي دفعة من الاتفاق اللي بيناتنا. يعني هو البيت على العظم. شلون يعني على العظم؟ ضيفيهم شي لبين ما استقبلهم استقبالي ليق بمقامهم. قومي لأشوف.